رئيس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 20 للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي. هذا وناقش المجلس التقرير التكميلي للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2017 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه من حيث المبدأ. كما وافق المجلس على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. ثم بحث المجلس ثلاثة تقارير شملت مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ومشروع قانون بتعديل المادة 77 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض المشاريع الثلاثة من حيث المبدأ. كما بحث المجلس أيضا الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، الذي يهدف لإنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية مشكل من هيئة قضائية يتم اللجوء إليها من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة.